السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه رائعه جدا ونتائجها تظهر من اول استخدام، وهي مقشر للبشره. بالنسبه لفوائد هذه الوصفه فهي تورد الخدود، تبيض بشره بشكل جد ملحوظ. ضروري استخدام هذه الوصفة أسبوعيا لأنها تقشر البشرة وتزيل الأوساخ، تزيل أيضا البثور والنقط السوداء وتنعم الوجه. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، نحتاج إلى ملعقتين من الحمص المطحون، نحتاج أيضا ملعقة من الحليب بودرة، ونحتاج إلى ملعقة من ماء الورد. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة، نقوم بمزج الحمص المطحون مع الحليب بودرة، ونضيف إليه ملعقة من ماء الورد حتى الحصول على عجين. يوضع هذا الخليط على الوجه كامل حتى تحت العين، ويترك لمدة ربع ساعة ويزال بالفرك، ثم يشطف بالماء البارد، وبعد الانتهاء توضع على الوجه مسحة من ماء الورد. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش الى عجبكم فيديو ديروا له جيم، تبارطاجيو لا فيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم ديما جديد القناه. زوروا الموقع chefmaryam.com، ايضا موقع شيواتي. الى اللقاء، الى فيديو قادم، حلقه قادمه باذن الله.